المرجع في الرياضيات للسنة الثالثة ابتدائي. إذا اليوم عندنا تقويم ودعم وتوليف التعلمات للوحدة الثانية. إذا دونك خلال الوحدة الثانية تعرفنا على واحد المجموعة وحققنا واحد المجموعة ديال الأهداف التعليمية في الدرس الخامس والسادس والسابع والثامن. إذا غادي ننتقل مباشرة للإجابة على التمرين الأول باش نوضحوا ديك الشيء اللي تعلمناه في الدروس السابقة في دروس الوحدة الثانية. إذا أولا أحول إلى الوحدة المطلوبة. إذا هذا درس ديال الأطوال ديال قياس الأطوال. إذا هنا غادي نستعملوا جدول التحويلات. إذا عندنا 8 أمتار خصنا نحولوها إلى السنتيمترات. إذن نحطو 8 في الأمتار ثم نضيف بالأصفار لنحصل على تحويل إلى السنتيمتر. عندنا 12 ديسيمتر 12 ديسيمتر. إذن الاثنان في الديسيمتر والواحد في المتر نحولها إلى المليمتر. إذن غتعطينا 1200 مليمتر. إذا عندنا 9 سنتيمترات نضع 9 في السنتيمتر ثم نحول 90 مليمتر 907 سنتيمتر. 7 نضعها في السنتيمتر ثم بالمتر نضع الفاصلة 9.07 بالسنتيمتر فاصلة 9 نعطي السنتيمتر. لا 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 مش هذا هو المطلوب هنا. لا هنا اذا حنا ما عندناش الفاصلة في سميتو. هنا شنو المطلوب؟ هو هنا كيطلبوا لينا شحال الامتار وشحال السنتيمترات. هنا ما خصناش نطيحوا في الفاصلة. اذا عندنا 907 هي 9 متر و7 ديال السنتيمتر. اذا 9 ديال المتر والباقي غادي نخليوه سنتيمتر. اما باش نديرو 9.07 فهذا ما ماشي من المقرر ديال السنة الثالثة ابتدائي. اذا غادي نمشيو للتمرين الثاني وحولو الى الوحدة المطلوبة. اذا غادي نستعملو جدول اخر. اذا هنا عندنا 5000 مليمتر شحال في هذا المتر. دونك غادي نحطو الصفر في الوحدات ديال المليمتر ثم عشرات في السنتيمتر ثم المئات ثم الالاف في المتر. شحال فيها ديال المليمتر؟ اذا غادي نحذفوا الاصفار وغتبقى 5. شحال فيها الديسيمتر؟ غادي نحذفوا جوج اصفار 50 غادي تبقى 50. اذا بالنسبه للتحويل الثاني عندنا 600 سنتيمتر. اذا الصفر غادي يجي في الوحدات ديال السنتيمتر 600. شحال في هذا المتر؟ 6. غادي نحذفوا جوج اصفار وغتبقى 6. شحال في هذا المليمتر؟ غادي نزيدو الصفر وغادي نحيدو الفاصله كوميتو ما كايناش وغادي نحطو 6000 مليمتر 9 امتار 9 امتار. شحال في هذا ديال الديسيمتر؟ دونك غنزيدو الصفر 90. شحال في هذا ديال السنتيمتر؟ غنزيدو الصفر اذا 900. 3 أمتار و5 ديسيمتر. إذا 3 أمتار وغنحطوها في نفس السطر 5 ديسيمتر هنا. شحال فيها ديال الديسيمتر؟ إذا 35. علاش؟ لأن 3 الأمتار هي 30 ديسيمتر وخمسة هي 35. شحال فيها هاد المليمتر؟ غنحولو كلشي لمليمتر. إذا 3500. إذا ننتقل إلى التمرين 3. أحيط من بين الكتابات الرقمية المقترحة الكتابة التي تناسب كل كتابة حرفية. إذا بالنسبة للكتابة الحرفية هنا 9000. إذا بثلاثة في 9000 900. هذا ما فيهش 900 إذا هذا ملغى قولنا هذا بجوج و90. إذا هذا هو الرقم الذي يناسب الكتابة الحرفية.
إذن 5000 كلهم فيهم 5000 وخمسةٌ خمسةٌ كلهم فيهم خمسةٌ وخمسون إذن هذه هنا ما عندناش 500 إذن انتقلوا للكتابة الحرفية 2000 كلهم فيهم 2000 200 إذن هذو جوج اللي فيهم 200 واثنان إذن وسطان إذن ننتقلوا إلى التمرين 4 واحسب وأتمم إذن هنا هنا عندنا تفكيك وخصنا نجمعوه دونك عندنا إذن 7543 نعم هنايا عاوتاني نفسها معليش 7543 دونك بالنسبة لهذه غادي نديرو 3000 زائد ما عندناش المئات إذا غنمشيو للعشرات زائد 4 صافي إذا 9000 ما عندناش المئات زائد 9 عندنا غير الوحدات والآلاف نعم إذا ننتقل إلى التمرين رقم 5 اكتب قيمة كل رقم أحمر في الأعداد التالية إذن هنا غادي نكتبو كل رقم شنو كيمثل هذا هو اللي فهمت من التمرين إذن 5 شنو كيمثل مئات رقم مئات 6 هنا في هذا العدد يمثل عشرات عشرات صفر يمثل عشرات سبعة يمثل وحدات إذن سبعة هنا يمثل عشرات هنا يمثل ثلاثة مئات آلاف وحدات وخا جاي هنا معزول لأن هذا نورمالمون خصو يجي هنا باش يبان بأنه هنا دابا هما دارو هنا باش نقولو حنا أنه عشرات ولا وحدات إذا ننتقل إلى الصفحة 39 صفحة 39 تمرين 6 إذا التمرين 6 هو عبارة عن عملية وأن مطلوب فيه أننا نوضع عملية الجمع إذا غنوضع عدد الوحدات تحت الوحدات إذا هنا 8 3 إذا 7 رقم الوحدات نوضع تحت الوحدات 8 ديال هذا العدد نوضع تحت العشرات ثم 6 المئات تحت المئات و 1 إذا نديرو عملية الجمع 3 زائد 7 10 أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد 8 زائد 8 16 والواحد 17 أكتب 7 وأحتفظ بالواحد 3 زائد 6 9 والواحد 10 أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد 7 زائد 1 8 1 9 نعم إذن 9000 إذن هذه العملية الأولى دونك غادي نقومو بالعملية الثانية إذن عندنا 4572 غادي نضيفو لها 254 إذن الوحدات تحت الوحدات العشرات تحت العشرات المئات تحت المئات الآلاف ما عندناش غادي نخليو إذن عملية الجمع 2 زائد 4 6 7 زائد 5 12 أكتب الاثنان وأحتفظ بالواحد 5 زائد 2 7 والواحد 8 4 زائد لا شيء 4 إذن تساوي إذن هذه هي النتيجة إذن ننتقل إلى التمرين 7 ألاحظ المثال وأتمم إذن هنا عندنا تفكيك وهنا عندنا خصنا نوضعو كل رقم في الوحدات والعشرات والمئات إذا دابا 657 شكون هو رقم الوحدات هو 7 هو 7 شكون هو رقم العشرات 5 مئات 6 وهذا ما عندناش دونك شنو غادي تعطينا 600 زائد 50 زائد 7 نعم إذن هنا نديرو العملية العكسية إذن 222 222 هنايا 1809 إذن هنا خصنا نصغرو كتابة حيت عندنا 1000
زائد زائد 800 زائد تسعة. زائد 9. إذن هنا 3 في الآلاف، 9 في المئات، 4 في العشرات، 0 وحدات. 3000 زائد 900 زائد 40. نعم، إذن الوحدات ما لهاش. إذن ننتقل إلى التمرين رقم 8. إذن عندنا أقارن بوضع الرمز المناسب. إذن هنا نوقف شوية. هنا أول حاجة في المقارنة ديال الأعداد شنو خصنا نشوفو؟ عدد الأرقام. عدد الأرقام. عدد الأرقام. اللي عنده عدد الأرقام هو الأكبر. ملي كنلقاوهم في عدد الأرقام بحال بحال، مثلا هذا عنده 4 الأرقام وهذا 4 الأرقام، كنشوفو الآلاف، كنقارنو الآلاف. من بعد كندوزو نقارنو المئات، من بعد كنقارنو العشرات، ومن بعد كنقارنو الواحد. هذه هي الطريقه ديال. اذا اول شيء الارقام، عندنا الارقام ده هذا كبر، اذا اللي عنده اكبر عدد الارقام هو الاكبر. احنا متساويين في الارقام، غنشوفوا في الصفر وهنا. اذا هنايا عندنا الالاف بحال بحال، عندنا هنا على مستوى المئات شكون اللي كبير؟ شكون دابا اللي كبير؟ هذا علاش؟ لان واحد كبر من صفر. اذا شكون اللي اكبر دابا؟ 5100. إذن المقارنة الموالية عندنا على مستوى الآلاف 8 8، على مستوى المئات 0 0، على مستوى العشرات عندنا هنا 2، عندنا هنا 0. دونك شكون اللي كبير؟ هذا 8020. إذن هنا عندنا 7 7، عندنا 1 1، 0 0، 4 4. إذن متساويين. إذا عندنا على مستوى الأرقام بحال بحال، على مستوى الآلاف هذا 3 وهذا 2، إذا هذا الأكبر بلا ما نزيدو نقلبو في الشيء الآخر. هذا عدد الأرقام ديالو كبير، إذا هو الأكبر بلا ما نشوفو حاجة أخرى. هنا عندنا على مستوى الآلاف متقادين، على مستوى المئات بحال بحال، على مستوى العشرات 8 8 بحال بحال، إذا على مستوى الوحدات هذا الأكبر. على مستوى الأرقام بحال نفس عدد الأرقام، 6 على مستوى المئات، 1 على مستوى العشرات، إذا هذا الأكبر. إذا ننتقل إلى التمرين الموالي، التمرين 9، في موضوع الزوايا. أحدد نوع كل زاوية من الزوايا. إذا هذه الزاوية شنو كنسميوها؟ حادة. حادة لأن قياسها أقل من 90 درجة. هذه زاوية قائمة لأن قياسها 90 درجة. منفرجة. منفرجة. إذا ننتقل إلى التمرين رقم 10. إذا أحسب أو لا أحسب المسافة التي قطعتها كل دعسوقة في دورانها على الشكل الهندسي الذي توجد عليه. أضلاع متقايسة. إذن هنا قالوا لنا بأن الأضلاع متقايسة. إذن هذا من بين الحوايج المهمة. إذن هذا الضلع كيساوي هذا الضلع كيساوي هذا الضلع. هاد الأضلاع كلها متقايسة. ثم هاد الأضلاع ديال المربع متقايسة. إذن هنا أحدد بعلامة تلك التي قطعت أطول مسافة. إذن أول حاجة شنو خصنا نحسب؟ بحالك إذن كنحسبوا المحيطات. بحال نحسبوا محيط المثلث. اذا بالنسبه للمثلث غادي نديروا 99 59 عفوا 59 زائد 59 زائد 59. تسعة زائد 9 18 تسعة تسعة والتسعة 27. 5 زائد 5 15 10، والخمسة 15 7 10 15 17 177 سنتيمتر. هذا الشكل المحيط نتاعو 177 سنتيمتر. إذا ننتقل إلى الشكل الموالي. إذا شحال عندنا؟
واحد جوج ثلاثة أربعة، إذا هذا ثمانية أضلاع. إذا 22 ثمانية المرات. حنا مبغيناش نديرو عملية ديال الضرب لأن حنا ما عندناش الموضوع ديال الضرب. دونك ثلاثة ستة، نعم نجمع. اثنان زائد اثنان أربعة، اثنان أربعة ستة ثمانية عشرة اثنا عشر أربعة عشر ستة عشر. أكتب الستة، أكتب الستة وأحتفظ بالواحد. ستة عشر سبعة عشر، نعم ماشي. إذا مئة وستة وسبعون سنتيمتر. إذا ننتقل إلى المربع. خمسة وأربعين أربعة المرات. إذا خمسة وأربعون أربع مرات. خمسة عشرة، خمسة عشرة عشرون. إذا صفر وأحتفظ بالإثنان. بالإثنان. أربعة ستة عشر، ستة عشر والإثنان ثمانية عشر. إذا مئة وثمانون. مئة وثمانون سنتيمتر. التي قطعت أكثر من المسافة التي قطعتها كل ذو سقاح. نحددناها. السؤال قال لك نضع علامة على التي قطعت أطول مسافة. بطبيعة الحال المربع ذو سقاح التي كانت كانت تسير على المربع. تدور. إذا التمرين 11، التمرين 11، أنشئ زاوية قائمة وأخرى منفرجة انطلاقا من الأضلاع التالية. إذا ننشئ الزاوية القائمة. إذن هنا خصنا نحط القوس بشكل صحيح ثم ننشئ زاوية قائمة. نعم. إذن غادي نكملو رسم الخط. إذن هنا حصلنا على زاوية قائمة 90 درجة بالنسبة للزاوية المنفرجة. إذا لو أنها كانت قائمة غادي تكون بحال هكا، غادي نميلو. إذا حنا غادي نمدد ندوزو الزاوية القائمة بحال هكا ونرسم الخط ونكملو في اتجاه الرأس. نعم. إذا هذه زاوية منفرجة قياسها أكبر من 90 درجة. إذا التمرين 12، اكتشف الخطأ في العمليات التالية وأصححه. إذا هنا عندنا جوج عمليات ديال الجمع. هنا خمسة زائد خمسة عشرة، احتفظ بالواحد. سبعة عشر، احتفظ بالواحد. أربعة عشر، احتفظ بالواحد. إذا هنا شنو خصها تعطينا؟ 11. إذا هنا غادي نعاود غير واحد، ولكن هما عطاونا فين غادي نصحو. إذا غادي نعاودو العملية بحال لي كنخدموها من جديد. 95، 1795، 9675. إذا 5 زائد 15 احتفظ بالواحد. 17 احتفظ بالواحد. 14 لا، 14 احتفظ بالواحد. 11 انا خصني ندير جوج. إذا هنا هذا هو الغلط اللي داروه هما. إذن بالنسبة للعملية الثانية عندنا 7 زائد 2 9، 6 زائد 9 15، بالواحد. خمسة زائد 8 هنا الاحتفاظ ما كاينش. إذن هنا غلطو، خص الاحتفاظ أصلا ما كيبينوش الاحتفاظ. يلا غادي نعاودو نجزو العملية. إذن 7 6 4 3 2 9 8 ستة. إذا ننجز العملية من جديد. سبعة زائد اثنان تسعة، ستة زائد تسعة خمسة عشر، ثمانية زائد أربعة اثنا عشر، والواحد ثلاثة عشر. أكتب الثلاثة واحتفظ بالواحد. 10. إذا التمرين 13، ينتج معمل خلال يوم واحد في يوم واحد 1537 صندوق زليج خلال الصباح. إذا هنا خصنا ننتبهوا للتمرين. إذا هنا خلال الصباح شحال كاين في الصباح؟ 1537.
و 2013 صندوق خلال المساء. احسب عدد الصناديق التي ينتجها المعلمان خلال يومين. اذا اول حاجه غنحسبو خلال يوم. اذا غادي نجمعو هادو بجوج. دونك عدد الصناديق التي ينتجها، اولا نديرو ديريكت عدد الصناديق التي ينتجها المعمل خلال يومين المعمل خلال يومين. اذا هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو 1537 زائد 2013 ونعاودوها نزي 1537 زائد 2013. اذا النتيجه غادي نحسبوها حنا افقيا عمليه واحده. اذا 1537 2013 ونجمعو كلشي ونلقاو يومين شنو فيها. 7 و7 14 3 3 20 حيت 6 اذا كنكتب 0 حتى صافي بجوج. 3 زائد 3 6 7 8 9 10 كتب 0 واحتفظ بالواحد. 5 زائد 5 11 الواحد 11 اكتب الواحد واحتفظ بالواحد. 2 زائد 2 4 5 6 7 اذا 7100 زليجة ولا صندوق. نعم اذا 7000 عدد الصناديق هو 7100 زلي صندوق. اذا ونكون قد انتهينا من هذا الدرس المتعلق بالتقويم بالتقويم والدعم والتوليف للتعلمات للوحدة الثانية من كتاب المرج.